ما الكتاب؟ ألفه عبد الحميد محمود طهماز ويقرأه عليكم محمد عبد العاطي. هذه السيدة آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما غرت على أحد من النساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. من أقوال عائشة الصديقة: كانت خديجة أول من آمن بالله ورسوله وصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه وآزره على أمره، فكان لا يسمع من المشركين شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له إلا فرج الله عنه بها، تثبته وتصدقه وتخفف عنه وتهون عليه ما يلقى من قومه. من أقوال عبد الله بن العباس: هي ممن كمل من النساء، كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة. من أقوال الإمام الذهبي. الفصل الأول: السيدة خديجة والخطبة والزواج. اسمها ونسبها: هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي من الذؤابة في قريش نسبا وبيتا ومحتدا وشرفا. يلتقي نسبها بنسب النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس قصي بن كلاب. قال ابن هشام: كانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش النسب وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا، وهي أقرب أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النسب. ولم يتزوج من ذرية جده قصي غير السيدة خديجة والسيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. كان خويلد ابن أسد من أشراف قريش ومن كبار رجالها وذوي الوجاهة فيها، ومما يدل على مكانته ووجاهته في قريش أنه كان في الوفد الذي أرسلته قريش إلى اليمن ليهنئ ملكها العربي سيف بن ذي يذن عندما انتصر على الأحباش وطردهم من اليمن بعد عام الفيل بسنتين. أتاه وفد قريش وفيهم عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم وأمية بن عبد شمس وخويلد بن أسد في ناس من وجوه قريش من أهل مكة، فأتوه بصنعاء في قصر له يقال له غمدان، والراجح أنه مات قبل حرب الفجار كما سيأتي معنا، وهي حرب حدثت بين قريش ومن معها من كنانة من جهة وقيس عيلان من جهة ثانية. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ 14 سنة أو 15 سنة. قال ابن هشام: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 سنة أو 15 سنة فيما حدثني أبو عبيدة النحوي عن أبي عمرو بن العلاء، هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس عيلان. وذكر بعد ذلك عن ابن إسحاق أنه قال: هاجت حرب الفجار ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 20 سنة. وسميت الفجار لأنها وقع فيها قتال في الأشهر الحرم، وشهد صلى الله عليه وسلم بعض أيامها، وقال بعد ذلك:
كنت أنبل على أعمامي، أي أرد عنهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. والدة خديجة. لم يذكر المؤرخون وكتاب السيرة شيئا من الأخبار عن والدة السيدة خديجة رضي الله عنها سوى اسمها ونسبها، فهي فاطمة بنت زائدة ابن الأصم، يمتد نسبها إلى لؤي ابن غالب الذي تنتسب إليه قريش، وبه تلتقي بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. زواجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قدر للسيدة خديجة رضي الله عنها أن تتزوج مرتين قبل أن تتشرف بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول أزواجها عتيق بن معاذ المخزومي، مات عنها، ثم تزوجت أبا هالة ابن النباش بن زرارة التميمي حليف بني عبد الدار، ومات عنها أيضا، وأنجبت منه هند بن أبي هالة رضي الله عنه ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نشأ وتربى في حجره عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا. وانصرفت رضي الله عنها بعد موت زوجها الثاني عن الزواج، ورفضت أن تتزوج أحدا ممن تقدم لخطبتها، وقد تقدم لخطبتها كثير من رجال قريش وأشرافها، وكلهم كان حريصا على نكاحها لو قدر على ذلك. قد طلبوها وبذلوا لها الأموال لشرفها وجمالها ومالها رضي الله عنها، وقد ألهمها الله تعالى أن ترد خطابها وتعرض عنهم لتتشرف بعد ذلك بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم. وانصرفت رضي الله عنها إلى تثمير مالها وتنميته في المهنة التي اشتهر بها قومها، وهي مهنة التجارة، والتي كانوا يرتحلون من أجلها إلى بلاد الشام واليمن في الصيف والشتاء، كما في قوله تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ولكونها أنثى ما كانت رضي الله عنها تخرج بمالها مسافرة، بل كانت تدفعه مضاربة للرجال ليتجروا لها فيه أو تستأجرهم لهذا الغرض. قال ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم، وكانت قريش قوما تجارا. واشتهرت رضي الله عنها بأخلاقها الكريمة النبيلة. قال السهيلي: خديجة بنت خويلد تسمى الطاهرة في الجاهلية والإسلام. وفي سير التيمي أنها كانت تسمى سيدة نساء قريش. وقال الزبير بن بكار: كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة. وقال الذهبي رحمه الله: وهي ممن كمل من النساء، كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة. الأمين والطاهرة. والأخلاق تجمع وتفرق، تجمع بين المتآلفين في الأخلاق وتفرق بين المتناقضين فيها. وقد جمعت الأخلاق الكريمة بين الأمين محمد صلى الله عليه وسلم والطاهرة خديجة رضي الله عنها. الأخلاق الصالحة الكريمة التي اشتهر بها النبي صلى الله عليه وسلم وامتاز بها على سائر أقرانه من شباب قريش هي سبب التعارف بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة رضي الله عنها. ولقد نشأ صلى الله عليه وسلم متصفا بكل خلق كريم ومبرأ من كل أمر ذميم، أدبه ربه سبحانه وتعالى فأحسن تأديبه، وشهد له عليه الصلاة والسلام ربه في القرآن الكريم بكمال الأخلاق، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن هشام رحمه الله تحت عنوان: محمد صلى الله عليه وسلم يشب على مكارم الأخلاق، فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يكلأه ويحفظه ويحوطه من أقدار الجاهلية لما يريد به من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم حسبا، وأحسنهم جوارا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما، حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة.
سمعت السيدة خديجة رضي الله عنها بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وما اشتهر به من الصدق والأمانة، وهي امرأة تاجرة تحتاج إلى الرجل الصادق الأمين لتأتمنه على مالها. قال ابن الأثير رحمه الله: كان سبب تزوجها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا أبو جعفر بإسناده عن يونس عن ابن إسحاق قال: كانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها تضاربهم إياه بشيء تجعله لهم منه، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه وعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة. طلب الرزق. نشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما فقيرا، توفي أبوه عبد الله وهو جنين في رحم أمه آمنة بنت وهب الزهرية القرشية، فقام جده عبد المطلب برعايته وكفالته. ولما بلغ الثامنة من عمره الشريف توفي جده عبد المطلب، وقام عمه أبو طالب بكفالته ورعايته وضمه إلى عياله، وكان أبو طالب كثير العيال قليل المال، ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على العمل وطلب الرزق في باكورة عمره الشريف. خرج صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى بلاد الشام وعمره 12 سنة، ورآه راهب يقيم في صومعة قرب بصرى الشام يدعى بحيرة، فتفرس به مخايل النبوة وتأكد من فراسته عندما رأى خاتم النبوة بين كتفيه الشريفين عليه الصلاة والسلام، فأوصى عمه أبا طالب أن يرجع به وحذره عليه من مكر يهود وشرهم، فرجع به إلى مكة المكرمة. وعمل صلى الله عليه وسلم برعي الغنم وصرح بذلك لأصحابه بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، مما يدل على شدة تواضعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ندني الكباث، والكباث النضيد من ثمر الأرك، حبه فوق حب الكزبرة كما في المعجم الوسيط، فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه، فإني كنت أدنيه إذ كنت أرعى الغنم. قلنا: وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال: نعم، وما من نبي إلا قد رعاها. وعندما اقترب صلى الله عليه وسلم من 25 من عمره الشريف اتجه إلى العمل بالتجارة كسائر رجال قريش. الاتجار بمال خديجة. تذكر الروايات التي رواها ابن سعد وابن السكن وأبو نعيم عن نفيسة بن منية قالت: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة وليس له بمكة اسم إلا الأمين لما تكامل فيه من خصال الخير، قال له أبو طالب: يا ابن أخي، أنا رجل لا مال لي، وقد اشتد الزمان علينا وألحت علينا سنون منكرة، وليست لنا مادة ولا تجارة، وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في عيرانها فيتجرون لها في مالها ويصيبون منافع، فلو جئتها وعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من طهارتك، وإن كنت أكره أن تأتي الشام وأخاف عليك من يهود، ولكن لا نجد من ذلك بدا. وغلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حياؤه وعزة نفسه، فقال لعمه أبي طالب: فلعلها ترسل إلي في ذلك. فقال أبو طالب: إني أخاف أن تولي غيرك فتطلب أمرا مجبرا. فافترق وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له، وقبل ذلك ما كان من صدق حديثه وعظم أمانته، فقالت: ما علمت أنه يريد هذا.
ثم أرسلت إليه فقالت: إنه دعاني إلى البعث إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك، وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك. ففعل صلى الله عليه وسلم، ثم لقي عمه أبا طالب فذكر له ذلك، فقال: إن هذا لرزق ساقه الله إليك. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غلامها ميسرة، وقالت خديجة لميسرة: لا تعصي له أمرا ولا تخالف له رأيا. ميسرة يتحدث: أعجب ميسرة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته وصدق حديثه، ودهش بما رأى من أمور خارقة عجيبة تحيط به صلى الله عليه وسلم. فعندما يشتد الحر في الهاجرة تظلله صلى الله عليه وسلم غمامة وتحجب عنه أشعة الشمس، وقد رآها أيضا راهب من رهبان الصوامع في بلاد الشام يدعى نسطورا، فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبل رأسه وقدميه وقال له: أشهد أنك الذي ذكره الله في التوراة. ويسر الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولميسرة في التجارة، وربح ربحا وفيرا. وعاد ميسرة إلى السيدة خديجة رضي الله عنها فحدثها بما رأى من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم العجيبة، وأخلاقه الكريمة، وشمائله الرفيعة. وتذكر بعض الروايات أن السيدة خديجة رأت الغمامة بنفسها وهي تظلل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع صلى الله عليه وسلم إليها، وكانت جالسة في غرفة عالية لها مع بعض نساء قومها. وتذكرت السيدة خديجة رضي الله عنها وهي تستمع إلى حديث ميسرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة سمعتها من يهودي قال ابن إسحاق: كان لنساء قريش عيد يجتمعن فيه في المسجد، فاجتمعنا يوما فيه، فجاءهن يهودي فقال: يا معشر نساء قريش، إنه يوشك فيكن نبي، فأيكن استطاعت أن تكون فراشا له فلتفعل. فحصبه النساء وقبحنه وأغلظن له. وأغضت خديجة على قوله ولم تعرض فيما عرض فيه النساء، ووقر ذلك في نفسها. ولما أخبرها ميسرة بما رآه من الآيات وما رأته هي، قالت: إن كان ما قاله اليهودي حقا ما ذلك إلا هذا. وأرادت رضي الله عنها أن تتثبت من هذه الفكرة التي تتردد في نفسها، فذهبت إلى ابن عم لها يدعى ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وكان قد تنصر وقرأ كتب أهل الكتاب، فذكرت له ما أخبرها ميسرة من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لئن كان هذا حقا يا خديجة، إن محمدا لنبي هذه الأمة، وعرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي منتظر، هذا زمانه. أمنية خديجة. كل ذلك جعل قلب السيدة خديجة رضي الله عنها يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويمتلئ حبا له وإعجابا به عليه الصلاة والسلام. وكيف لا تحبه وهو أكمل الناس خلقا وخلقا، وكيف لا تهفو نفسها إليه وهو أنظر الشباب وجها وأكملهم رجولة. ولكن أن السبيل إليه، وما هي الوسيلة التي تقربها منه صلى الله عليه وسلم؟ كيف تجعله يفكر في الزواج منها ويتقدم لخطبتها، وقد جرت أعراف الناس وتقاليدهم أن تكون المرأة مخطوبة لا خاطبة ومطلوبة لا طالبة. ولم تلحظ السيدة خديجة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفكر بالزواج، ولم تر منه عليه الصلاة والسلام أي التفات إلى النساء، فلم ترى بصره يرتفع إلى وجهها أو وجه غيرها من النساء. ولا شك أن المرأة بإحساس الأنوثة تستشعر إن كان الرجل يهتم بها أو ينظر إليها. ولقد دلت بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم ما كان في ذلك الوقت يفكر في الزواج، لا من خديجة ولا من غيرها،
بسبب قلة ما في يده من المال. فقد ذكر الزهري في سيرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على خديجة ليتحدث عندها، فلما قام من عندها جاءت امرأة فقالت: خاطبا يا محمد؟ فقال: كلا. فقالت: ولم؟ فوالله ما في قريش امرأة إلا تراك كفءاً لها. ولا شك أن السيدة خديجة رضي الله عنها حزنت عندما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كلا، ثم فرحت بعد ذلك عندما سمعت قول المرأة الذي يدل على أن خديجة رضي الله عنها تراه كفءا لها كما تراه سائر نساء قريش. إنها الكلمة التي تنتظرها السيدة خديجة، فهي التي مهدت لها الطريق لتصل إلى أمنيتها الكبرى بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم. مقدمات الخطبة. اتفقت الروايات كلها على أن السيدة خديجة رضي الله عنها هي التي خطبت النبي صلى الله عليه وسلم لتتشرف بالزواج منه، وأنها هي التي مهدت لإجراءات الخطبة، وتجاوزت رضي الله عنها بهذا كل الأعراف والتقاليد التي تجعل الرجل هو الخاطب الذي يتقدم لخطبة المرأة، ولها كل العذر في ذلك. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم تخطبه النساء، وما من امرأة إلا تتمناه لنفسها زوجا وتبذل كل ما تستطيع لتصبح زوجة له. واختلفت الروايات في وصف ما فعلت السيدة خديجة رضي الله عنها لتجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم لخطبتها. ذكرت بعض الروايات أن السيدة خديجة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وصرحت له برغبتها أن تكون زوجة له. وذكرت روايات أخرى أنها أرسلت إليه بعض النساء لكي يتكلمن معه في موضوع الخطبة. ويمكن الجمع بين الروايات والتوفيق بينها على الوجه الآتي: تحدثت السيدة خديجة رضي الله عنها مع بعض خاصتها من النساء عن أمنيتها ورغبتها في أن تصبح زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث مع أختها هالة بنت خويلد وصديقتها نفيسة بنت منية، وطلبت منهما أن يساعداها في تحقيق رغبتها، وقامت كل واحدة بدور في التمهيد للخطبة المباركة. أما هالة فذكرت بعض الروايات أنها تحدثت مع عمار، ويبدو أنه عمار بن ياسر الذي قال: مررت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأخت خديجة فنادتني، فانصرفت إليها ووقف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أما لصاحبك هذا من حاجة في تزوج خديجة؟ فقال عمار فأخبرته، فقال: بلى لعمري. وأما صديقة خديجة نفيسة بنت منية، فروى ابن سعد عنها أنها قالت: كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة جلدة شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير، وهي يومئذ أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكل قومها كان حريصا على نكاحها لو قدر على ذلك. قد طلبوها وبذلوا لها الأموال، فأرسلتني دسيسا إلى محمد بعد أن رجع في عيرها من الشام، فقلت: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال: ما بيدي ما أتزوج به. قلت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ قلت: خديجة. قال: وكيف لي بذلك؟ قلت علي. قال: فأنا أفعل. ولما علمت رضي الله عنها برغبة النبي صلى الله عليه وسلم بها، أرسلت إليه وعرضت نفسها عليه وبينت له الدوافع التي دفعتها إلى الزواج به، فقالت: يا ابن عم، إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. هامش: سطتك من الوسط، أي من أوصاف المدح في النسب. وصدق حديثك: هذا الحديث روي في السيرة النبوية
لابن هشام، الجزء الأول، الصفحة 73 بعد 100. ولم تذكر له رضي الله عنها دوافعها الأخرى للزواج به وما ترجوه من شأن كبير، لأنها أمور مغيبة مستقبلة لا يمكن الجزم بها. الخطبة المباركة والزواج الميمون. وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع عمهم أبي طالب في موضوع زواجه بالسيدة خديجة، وأخبره بما حدث معه، فوافق عمه على أن يتقدم لخطبتها، وذهب مع عشرة من وجوه بني هاشم إلى عمها عمرو بن أسد فخطبها منه فزوجه، وقال: هذا الفحل لا يقدع أنفه. ومعناها لا يضرب أنفه، تقال لمدح الكريم الشريف، والمراد منها أنه لا يرد. وقد قال مثلها أبو سفيان عندما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته. وخطب أبو طالب يومئذ فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئض معد وعنصر مضر، وجعلنا حضرة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا حكام الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قل، فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة. وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. وقد خطب إليكم رغبة في كريمتكم خديجة، وقد بذل لها من الصداق حكمكم عاجله وآجله 12 أوقية ونشا. والضئض الأصل والمعدن، والعنصر الأصل، وشجرة النسب الشريف تمتد إلى مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. والجدير بالذكر هنا أن النشا نصف أوقية، والأوقية 40 درهما، فيكون جملة الصداق 500 درهم. وهذا المقدار يتفق مع ما جاء في الحديث الصحيح أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن سأل السيدة عائشة رضي الله عنها: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. ثم قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. وهو أصح مما ذكره ابن هشام في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق السيدة خديجة 20 بكرة، أي ناقة فتية. وذكر ابن هشام في سيرته أيضا أن حمزة بن عبد المطلب هو الذي خطب السيدة خديجة، وأنه خطبها عن أبيها خويلد ابن أسد. وغير معقول أن يتولى حمزة الخطبة بوجود أبي طالب، لأن أبا طالب أكبر سنا من حمزة، وهو الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب. ومر معنا أن أباها خويلد مات قبل حرب الفجار، وقد صحح السهيلي أن عمها عمرو بن أسد هو الذي تولى تزويجها، وأيد رأيه بما رواه الطبري عن جبير بن مطعم وعن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنهم أن عمرو بن أسد هو الذي أنكح خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن خويلدا كان قد هلك قبل الفجار. من فضل روايات منكرة وباطلة. ويجب التنبيه هنا إلى ضعف الروايات التي ذكرت أن السيدة خديجة رضي الله عنها احتالت على أبيها خويلد لكي يزوجها بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر الزهري في سيرته أن خويلدا أباها زوجها منه
فألقت عليه خديجة حلة وضمخته بخلوق، فلما صح من شكره قال: ما هذه الحلة والطيب؟ فقيل: إنك أنكحت محمدا خديجة وقد ابتنى بها. فأنكر ذلك ثم رضيه وأمضاه. وعند أحمد والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما يحسب حماد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه، فصنعت طعاما وشرابا فدعت أباها ونفرا من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا. فقالت خديجة: إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه. فزودها إياه، فخلقته أي طيبته بالخلوق وألبسته حلة، وكذلك كانوا يفعلون بالآباء. فلما سري عنه شكره نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة، فقال: ما شأني؟ ما هذا؟ قالت: زوجتني محمد بن عبد الله. فقال: أنا أزوج يتيم أبي طالب؟ لا لعمري. قالت خديجة: ألا تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش؟ تخبر الناس أنك كنت سكران؟ فلم تزل به حتى رضي. وثمة رواية ثالثة فيها أمور مستنكرة أكثر من هاتين الروايتين، رواها الطبراني عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما، فاستعلى الغنم فكان في الإبل وهو وشريك له، فأكريا أخت خديجة، فلما قضوا السفر بقي لهما عليها شيء، فجعل شريكه يأتيها فيتقاضاها ويقول لمحمد: انطلق. فيقول: اذهب أنت فإني أستحي. فقالت: ما رأيت رجلا أشد حياء ولا أعف ولا. فوقع في نفس أختها خديجة فبعثت إليه فقالت: ائت أبي فاخطبني. قال: أبوك رجل كثير المال وهو لا يفعل. قالت: انطلق فالقه فكلمه فأنا أكفيك، وأتي عند سكره. ففعل فأتاه فزوجه. فلما أصبح جلس في المجلس فقيل له: أحسنت زوجت محمدا. فقال: أو قد فعلت؟ قالوا: نعم. فقام فدخل عليها فقال: إن الناس يقولون إني قد زوجت محمدا. قالت: بلى. فلا تسفهن رأيك، فإن محمدا كذا. فلم تزل به حتى رضي. ثم بعثت إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأوقيتين من فضة أو ذهب وقالت: اشتري حلة واهدها لي وكبشا وكذا وكذا. ليت صاحب كتاب حياة الصحابة أعرض عن مثل هذه الروايات المنكرة المخالفة للأحاديث النبوية الصحيحة التي ذكرت أنه عليه الصلاة والسلام رعى الغنم فقط، فلم ينتقل صلى الله عليه وسلم من رعاية الغنم إلى الإبل. وما عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه اشتغل عند أخت خديجة، كما لم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه حضر مجلس خمر وسكر، فكيف يرضى أن يتزوج بهذه الطريقة وهو عليه الصلاة والسلام ذو الخلق الكريم الرفيع؟ ثم إنما في هذه الروايات يتنافى أيضا مع ما عرف من أخلاق أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها ونبلها وشرفها، وهي تخالف أيضا ما سبق تصحيحه من أن عمها عمرو بن أسد هو الذي تولى تزويد السيدة خديجة لأن أباها قد هلك قبل حرب الفجر. كل ذلك يجعلنا نرى أنها روايات منكرة باطلة. والعجيب أن بعض الروايات الباطلة أشركت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في موضوع الزواج مع أنه لم يكن قد ولد بعد، فإحداها ذكرت أنه ضمن المهر، وأضافت أخرى أن علي بن أبي طالب قال: أرسلني أبي أنه يضمن لكم المهر فزوجوه. وغفل مختلف هذه الروايات
غفل مختلق هذه الروايات أنه رضي الله عنه ولد بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة بخمس سنوات. عمر الزوجين. كان العرب في حياتهم الاجتماعية في ذلك الوقت لا يهتمون بفارق السن بين الزوجين، وكتب السنة والسيرة والتاريخ حافلة بأخبار ووقائع تدل على أنهم ما كانوا يعيرون أي التفات إلى وجود فارق كبير بين عمر الزوجين. إذ الكفاءة في النسب والحسب والعشيرة والقبيلة هي أهم الأمور في علاقاتهم الاجتماعية، بل هي الأساس الأول في نظرهم لبناء الأسرة والزواج. ثم إن الحياة البسيطة التي كانوا عليها في معيشتهم وسلوكهم ومعاملاتهم سهلت أمر الزواج، ولم تجعل من فارق السن بين الزوجين مشكلة تعوق مسيرة الحياة الزوجية وتعكر صفو العلاقة بين الزوجين، كما هو الحال والواقع في حياتنا الاجتماعية المعاصرة. ومع وجود فارق في السن بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة رضي الله عنها، فلقد كان أسعد زوجين وأكرم عروسين، وسيأتي معنا إن شاء الله ما يؤكد هذه الحقيقة. فقد حزن صلى الله عليه وسلم على وفاة خديجة وفراقها حزنا شديدا، وظل يذكرها رضي الله تعالى عنها حتى آخر حياته، مع أنه تزوج بعدها عددا من النساء ولم يتزوج في حياتها غيرها رضي الله عنها. واختلفت الروايات في قدر عمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمر خديجة عندما تزوج، وجمهور العلماء أن عمره صلى الله عليه وسلم كان 25 سنة، وقيل 21، وقيل 29، وقيل 30، وقيل 37. قال ابن إسحاق في المبتدأ: وكان تزويجه لها بعد مجيئه من الشام بشهرين وخمسة وعشرين يوما عقب صفر سنة 26 من مولده الشريف، فيكون عمره 25 سنة. وقال في الغرر، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور وقطع به أبو عمرو الحافظ عبد الغني المقدسي، والأقوال الأربعة الأخرى ضعيفة ليس لها حجة تقوم على ساق. وجزم ابن هشام في سيرته بذلك أيضا، فقال: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة تزوج خديجة. وأما عمرها رضي الله عنها فأصح الأقوال أنه 40 سنة، صححه في الغرر وقيل 45، وقيل 30، وقيل 28. وأسند الواقدي من طرق أنها حين تزويجها كانت بنت 40 سنة. قال ابن الأثير رحمه الله: وكان عمرها حينئذ 40 سنة. وقال ابن عبد البر: وكانت إذ تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت 40 سنة. ولا شك أن أوضاعنا الاجتماعية المعاصرة وعلاقاتنا الاجتماعية تختلف اختلافا كبيرا عن الأوضاع الاجتماعية للمجتمع العربي في ذلك العصر، وهذا ما جعل بعض الكتاب المعاصرين يستبعدون ما ذكره الجمهور أن عمر السيدة خديجة رضي الله عنها كان 40 سنة عندما تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويميلون إلى ترجيح الروايات الضعيفة أن عمرها كان 28 سنة. كتب أحدهم قائلا: كانت السيدة خديجة في نهاية عامها 28، وفي هذا السن اكتمل النضج والشباب، وهي تحتفظ بالكثير من جمال الصبا وروعة الأنوثة التي تفتحت على الرفاهة واليسر. ثم أضاف في حاشية الكتاب فقال: هذا على خلاف من يذكرون بأنها كانت في 40، إذ تبين بعد التحقيق الدقيق صدق ما ورد في بعض المراجع المعتمدة. وليت الكاتب أفادنا بهذا التحقيق الدقيق وذكر لنا بعض مراجعه المعتمدة. وقال كاتب آخر: ونحن نميل إلى الرأي القائل بأنها كانت في سن تجاوزت به 25، فكانت في 27 أو 28. ثم جعل من نفسه كاتب عقود الزواج ومسجل وقائع الوفيات ليؤكد رأيه، فقال: فلقد تزوجت زوجها الأول عتيق بن عابد وهي تقريبا في سن 14، إن لم يكن أقل من ذلك كما هي عادة البيوتات العريقة في ذلك العصر، وكانت ولودا فولدت له عبد الله
ولم تطل إقامتها معه أكثر من سنتين أو ثلاث، إذ توفي وتركها ولم يطل ترملها، فقد تقدم لها هند بن زرارة وترملت مرة ثانية وقد جاوزت 20 بقليل، وزهدت مؤقتا في الزواج وهي في سن النضارة والشباب. انظر أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، المثل الأعلى لنساء العالمين. ولا أدري من أين حصل على هذه الأرقام، وكيف عرف أن زواجها الأول والثاني أيضا لم يدوم أكثر من سنتين أو ثلاث سنين. وعلى كل، فالأمر لا يحتاج إلى كل هذا التكلف والعناء حتى نرد الروايات الصحيحة التي أكدها جمهور العلماء، فلكل عصر صفاته المميزة له عن غيره من العصور. ومما يؤكد أن عمر السيدة كان 40 سنة عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة رضي الله عنها عندما استبدت بها الغيرة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة قالت له: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش. الحديث، وهو في صحيح البخاري وسيأتي معنا كاملا إن شاء الله تعالى. فلو لم تكن السيدة عائشة تعلم أن السيدة خديجة كانت متقدمة في السن عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ما وصفتها بأنها عجوز من عجائز قريش. الفصل الثاني، بيت النبوة. الزوجة الكريمة الصالحة. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها في بيتها، فكان أسعد زوجين وأكرم عروسين، ونالت رضي الله عنها شرف اللقب الذي كرم الله تعالى به زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الآية. فكانت بحق أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم معها في بيتها، وكان بيتا كسائر بيوت مكة، ولم يكن كما تصوره بعض الكتاب المعاصرين قصرا، فلم يسكن النبي صلى الله عليه وسلم القصور، وما كان في يوم من أيام حياته من سكانها. ومكة ذات الشعاب والجبال ما كانت تعرف في ذلك الوقت القصور. وينبغي التنبه هنا إلى أن بعض الكتاب المعاصرين قد بالغ كثيرا في وصف ثراء السيدة خديجة واتساع تجارتها وكثرة أموالها، حتى زعم أنها كانت تحتكر تجارة العطور والديباج والحرير. ولا أدري من أين حصل على هذه المعلومات التي ذكرها في قوله: كانت رضي الله عنها تتمتع بشهرة عظيمة في البلاد التي تصل إليها تجارتها، وذلك في الشام والعراق وفارس وبلاد الروم، لعراقة بيتها في الشرف من ناحية، ولاستيلائها من ناحية أخرى على تجارة العطور والديباج والحرير في الهند واليمن وبلاد فارس. وكانت قوافلها التي تصل إلى الآلاف من الجمال تنقل التجارة إلى أسواق هذه البلاد وغيرها، فيقبل الأغنياء عليها. بل لقد كان للسيدة خديجة عمال من الروم والغساسنة والفرس في دمشق والحيرة وفي عاصمة كسرى. راجع أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، المثل الأعلى لنساء العالمين، الصفحة 61 عن كتاب سيد قريش. وما أدري كيف شط الخيال بالمؤلف حتى جعل السيدة خديجة تقوم على رأس مؤسسة مالية كبيرة تصل قوافلها إلى الآلاف من الجمال إلى آخره، مع أنه ذكر في موضع قريب في كتابه أنه صلى الله عليه وسلم اتفق معها أن يسافر لها سفرتين بقلوصين. المرجع نفسه، الصفحة 68. فكيف أصبح بعد ذلك آلافا من الجمال؟ وقدمت رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم نفسها كما قدمت له مالها، وتفانت في طاعته وخدمته وتهيئة كل أسباب السعادة والراحة له صلى الله عليه وسلم، فكانت بحق الزوجة المثالية الكريمة الصالحة. كانت رضي الله عنها تتولى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها ولا تكلف أحدا غيرها بذلك، فقد جاء في الحديث النبوي الشريف الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله،
هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. المرجع صحيح البخاري. وفي الحديث مناقب جليلة للسيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال ابن حجر رحمه الله: كانت حريصة على رضاه بكل ممكن، ولم يصدر منها ما يغضبه قط كما وقع لغيرها. المرجع فتح الباري الجزء السابع الصفحة 38 بعد 100. ولعل ابن حجر رحمه الله أشار إلى ما حدث عندما سألت أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع عليهن بالنفقة، فغضب صلى الله عليه وسلم واعتزلهن شهرا في مشروبة له، أي غرفة عالية، حتى أنزل الله تعالى عليه آيتي التخيير، فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. والجزاء من جنس العمل، ولهذا بشرها جبريل ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب، كما جاء في الحديث الشريف. قال السهيلي رحمه الله: دعاها إلى الإيمان فأجابته عفوا، ولم تحوجه أن يصخب كما يصخب البعل أي الزوج إذا تغضبت عليه حليلته، ولا أن ينصب، بل أزالت عنه كل نصب، وآنسته من كل وحشة، وهونت عليه كل مكروه، وأراحته بمالها من كل كد ونصب. امتلأ قلبها رضي الله عنها بحب النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره واحترامه، وهي ترجو أن يكون له شأن كبير. روى الفكهاني في كتاب مكة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أبي طالب فاستأذنه أن يتوجه إلى خديجة فأذن له، وبعث بعده جارية يقال لها نبعة، فقال لها: انظري ما تقول له خديجة. قالت نبعة: فرأيت عجبا، ما هو إلا أن سمعت به خديجة، فخرجت إلى الباب فأخذت بيده فضمتها إلى صدرها ونحرها، ثم قالت: بأبي وأمي، والله ما أفعل هذا لشيء، ولكني أرجو أن تكون أنت النبي الذي سيبعث، فإن تكن هو فاعرف حقي ومنزلتي، وادع الإله الذي يبعثك لي. قالت: فقال لها: والله لئن كنت أنا هو قد اصطنعت عندي ما لا أضيعه أبدا. وعرف صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة أم المؤمنين حقها ومنزلتها، وبادلها حبا بحب ووفاء بوفاء، فلم يتزوج غيرها في حياتها، وصان قلبها من الغيرة عليه صلى الله عليه وسلم، وعاش معها وحدها أكثر مما عاش مع غيرها. فقد عاش صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج السيدة خديجة 38 عاما، انفردت خديجة منها 25، وبقي صلى الله عليه وسلم على محبتها والوفاء لها إلى أن توفاه الله تعالى، وقد صرح بحبه لها للسيدة عائشة رضي الله عنها وقال لها: إني قد رزقت حبها. المرجع صحيح مسلم. فحبه صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة فضيلة تفضل الله تعالى بها عليه صلى الله عليه وسلم. سيدة البيت.
وكانت السيدة خديجة رضي الله عنها ولودا ودودا منجبة، وهذا من محاسن المرأة يدل على استواء بنيتها وكمال أنوثتها. وقد أوصى صلى الله عليه وسلم بالزواج بالمرأة الولود، فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها، عاد إبراهيم الذي ولدته السيدة مارية القبطية رضي الله عنها التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم المقوقس حاكم مصر. وأجمع العلماء على أن السيدة خديجة أم المؤمنين ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 بنات، كلهن أدركن الإسلام وأسلمن وهاجرن، وهن السيدة زينب والسيدة رقية والسيدة أم كلثوم والسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنهن، وسيأتي معنا إن شاء الله شيء من أخبارهن. وأجمعوا أيضا أنها ولدت له ابنا يسمى القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الشريف الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. واختلفوا هل ولدت السيدة خديجة غيرهم؟ قال ابن شهاب الزهري: زعم بعض العلماء أنها ولدت له ولدا يسمى الطاهر، وقال بعضهم: ما نعلمها ولدت له إلا القاسم، أي ولدا ذكرا. وبلغ القاسم المشي على قدميه، وقدر الله سبحانه أن يموت قبل أن يفطم. ففي مسند الفريابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على خديجة وهي تبكي، فقالت: يا رسول الله، درت لبينة القاسم، فلو كان عاش حتى يستكمل رضاعته لهون علي. فقال: إن له مرضعا في الجنة تستكمل رضاعته. فقالت: لو أعلم ذلك لهون علي. فقال: إن شئت أسمعتك صوته في الجنة. فقالت: بل أصدق الله ورسوله. ويدل الحديث الشريف على قوة مشاعر الأمومة ورهافتها عند السيدة خديجة رضي الله عنها، وهي من الصفات المحمودة عند المرأة. فمما يذم في المرأة استرجالها وقسوتها وخشونة طبعها، ولهذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء التي تتشبه بالرجال. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وذكر ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق أن خديجة ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا من البنين الطاهر والطيب، لكن بعض العلماء نفى ذلك ورأى أنهما لقبان للقاسم لقب بهما لأنه ولد بعد البعثة النبوية، وأن اسمه الذي سمي به أولا هو عبد الله، والله سبحانه أعلم. وقد تردد ابن حجر رحمه الله في هذا الموضوع فقال: المتفق عليه من أولاده منها القاسم، وبه كان يكنى، مات صغيرا قبل المبعث أو بعده، وبناته 4: زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة. وعبد الله ولد بعد المبعث، فكان يقال له الطاهر والطيب، ويقال هما أخوان له، ومات الذكور صغارا باتفاق. فالسيدة خديجة رضي الله عنها أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدة بيته قبل البعثة وبعدها. ولهذا قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا في حديث أبي هريرة: وبشرها ببيت الحديث. وعلق السهيلي على ذلك فقال: لذكر البيت معنى لطيف، لأنها كانت ربة بيت قبل المبعث، ثم صارت ربة بيت في الإسلام منفردة به،
فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بيت إسلام إلا بيتها، وهي فضيلة ما شاركها فيها أيضا غيرها. وجزاء الفعل يذكر غالبا بلفظه وإن كان أشرف منه، فلهذا جاء في الحديث بلفظ البيت دون لفظ القصر. نقل ابن حجر هذا الكلام في كتابه فتح الباري عن الروض الأنف، وقد تصرف فيه تصرفا يسيرا، ثم أضاف إليه قوله: وفي ذكر البيت معنى آخر، لأن مرجع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إليها، لما ثبت في تفسير قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قالت أم سلمة: لما نزلت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا والحسن والحسين فجللهم بكساء، فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. أخرجه الترمذي وغيره. ومرجع أهل البيت هؤلاء إلى خديجة، لأن الحسن والحسين من فاطمة، وفاطمة بنتها، وعلي نشأ في بيت خديجة وهو صغير، ثم تزوج بنتها بعدها، فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديجة دون غيرها. وما قرره ابن حجر صحيح، إلا أن سائر أمهات المؤمنين يدخلن في الآية الكريمة دخولا أوليا، لأن الخطاب فيها لهن جميعا رضي الله عنهن. من فضل السيدة خديجة. بيت خديجة. عاشت السيدة خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها في ظل رعاية الله تعالى ورحمته وكلاءته. وكما أصبحت رضي الله عنها سكنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أصبح بيتها مسكنا له عليه الصلاة والسلام. وكان زواجه منها من نعم الله سبحانه التي أنعم الله عليه بها، وأشار إليها بعد ذلك في قوله الكريم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. قال بعض علماء التفسير: أغناك بمال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وامتلأ البيت بالنور والحب والحنان، ودبت في جنباته حياة جديدة مزينة بأسمى العواطف وأنبل المشاعر، عواطف الأبوة الرحيمة ومشاعر الأمومة الكريمة. وأخذ الأطفال والأولاد يمرحون ويلعبون في جنباته، فلقد ضم البيت إلى جانب أطفال خديجة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم ولداها من زوجها السابق هند ابن أبي هالة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي ابن أبي طالب، وزيد بن حارثة، وأم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل واحد منهم شأن في تاريخ الإسلام وخبر. هند بن أبي هالة. هو هند بن أبي هالة الأسدي التميمي ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم وهاجر إلى المدينة المنورة وحضر بدرا وقتل يوم الجمل، وكان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان رضي الله عنه فصيحا بليغا وصافا، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن وأتقن، لأنه عاش في كنفه ورعايته عليه الصلاة والسلام، فهو من القلائل الذين تمكنوا من وصف شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ومحاسنه الخلقية، فما كان الصحابة رضي الله عنهم يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم إلى وجهه الشريف ويملأوا أنظارهم من نور وجهه الكريم بسبب هيبة النبوة التي كانت تملأ قلوبهم وتسيطر على نفوسهم. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. ولهذا التمسوا صفاته صلى الله عليه وسلم ممن عاشوا في كنفه ورعايته صغارا. قال الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما: سألت خالي هند ابن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وصافا، وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع أي القصير، وأقصر من المشذب أي البائن الطول، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق أي انفرق شعر رأسه من ذات نفسه، وإلا فلا، يجاوز شعره شحمة أذنه إذا هو وفر أي إذا جعل شعر رأسه وفرة، ولا يسمى وفرة إلا إذا وصل شحمة الأذن، أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب أي دقيق الحواجب مع غزارة شعرها وتقوسها، سوابغ من غير قرن أي كوامل من دون اتصال، بينهما عرق يدره الغضب أي يحركه ويهيجه، أقنى العرنين أي طويل الأنف مع دقة أرنبته وحدب في وسطه، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم أي طويل قصبة الأنف، كث اللحية أي غزير شعرها، أدعج أي في العين وهو شدة سواد الحدقة مع شدة بياضها، سهل الخدين ضليع الفم أي واسعه، والعرب تمدح ذلك لأنه يدل على الفصاحة، أشنب أي أبيض الأسنان، مفلج الأسنان أي مفرد الثنايا وهي الأسنان التي في مقدمة الفم، دقيق المسربة أي شعر الصدر النازل إلى السرة، كأن عنقه جيد دمية أي من عاج، في صفاء الفضة، معتدل الخلق بادنا أي عظيم البدن صلب الجسم غير مسترخي اللحم، متماسكا سواء البطن والصدر أي لا يرتفع أحدهما على الآخر فهما معتدلان، مشيح الصدر أي لا انخفاض به ولا ارتفاع، بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أي رؤوس العظام، أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين ما سوى ذلك أي ما سوى شعر المسربة، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين أي واسع الكفين والقدمين قويهما، سائل الأطراف أو قال سائن الأطراف، شك من الراوي وهما بمعنى واحد وهو ممتد الأطراف، سبط العصب أي عظام ساعديه وساقيه فيها طول، خمصان الأخمصين أي شديد تجافي أخمص القدم عن الأرض، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء أي أملس القدمين لا نتوء فيهما، إذا زال زال تقلعا أي رافعا قدميه عن الأرض، ويخطو تكفؤا ويمشي هونا ذريع المشية كأنما ينحط من صبب أي كأنه يمشي في أرض منحدرة، وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة أي معظم، يسوق أصحابه أي يقدمهم أمامه ويمشي خلفهم تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، ويبدأ من لقيه بالسلام. علي بن أبي طالب ضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته منذ نعومة أظفاره، فنشأ في كنف النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته، وأراد صلى الله عليه وسلم بهذا أن يكافئ عمه أبا طالب على رعايته وكفالته صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب، والوفاء من الخصال الكريمة التي فطر عليها صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر قال كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب ومما صنع الله له وأراده له من الخير أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة،
وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عمه وكان من أيسر بني هاشم: يا عباس، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله. فقال العباس: نعم. فانطلق حتى أتى يا أبا طالب فقال له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما عقيلا فاصنعا ما شئتما. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه. وكان رضي الله عنه متأثرا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعظم الأصنام ولم يسجد لها، وسارع إلى الإسلام وعمره 10 سنوات. وزوده النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة رضي الله عنها في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة بدر. زيد بن حارثة هو من هدايا السيدة خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد رأت تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بزيد وحبه له، وكان في ملكها فوهبته له صلى الله عليه وسلم، فكانت هي السبب فيما امتاز به زيد من السبق إلى الإسلام. وأصل زيد من عرب الشمال، سبي من أمه وهو صغير، وكانت قد خرجت به لتزيره أخواله من طيء، وبيع كما يباع الرقيق، اشتراه حكيم بن حزام ابن أخي السيدة خديجة، ووهبه لعمته رضي الله عنها. وقد حزن عليه أبوه حارثة حزنا شديدا، وبحث عنه حتى وجده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل البعثة، فخيره صلى الله عليه وسلم بين أن يبقى عنده أو يذهب إلى أهله مع أبيه، فاختار البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبناه صلى الله عليه وسلم، فكان يدعى زيد بن محمد، حتى أنزل الله تعالى قوله الكريم: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، الآية. وعاد صلى الله عليه وسلم إلى تسميته زيد ابن حارثة، وكان رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، وهم السيدة خديجة وأبو بكر الصديق وعلي وزيد رضي الله عنهم. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من حاضنته أم أيمن، فولدت له أسامة، وعينه أميرا على جيش مؤتة، فاستشهد رضي الله عنه. أم أيمن بركة الحبشية، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورثها عن أبيه، حضنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أمه وهو في 6 من عمره، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أم أيمن أمي بعد أمي. وكان أبو بكر وعمر يزورانها في منزلها كما كان صلى الله عليه وسلم يزورها. جاء في الحديث الشريف عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما أتيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. كل هؤلاء ضمهم بيت النبوة، البيت الذي كانت فيه خديجة السيدة الأولى فيه رضي الله عنها وأرضاها. الفصل الثالث: تثبيت وتصديق. تباشير النبوة. ومرت الأعوام تلو الأعوام على أكرم زوجين، ناعما فيها بأسعد الأوقات وأهنأ الساعات. ولما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من 40 من عمره الشريف، بدأت تباشير النبوة وإرهاصاتها تلوح في أفق حياته صلى الله عليه وسلم. روى ابن سعد عن برة بنت أبي تجراح
قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يرى بيتا. هامش لأنهم كانوا لم يتخذوا الحمامات والكنف في البيوت لقضاء الحاجة حينئذ، ويفضي إلى الشعاب وبطون الأودية، فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله، وكان يلتفت عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى أحدا. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الصحيح عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. ولا بد أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك للسيدة خديجة رضي الله عنها، فمثل هذه الحوادث أمور عجيبة خارقة للعادة تثير في نفس من تعرض له شيئا من القلق والخوف، ويصبح محتاجا إلى شخص يثق به يبسه ما يجده ويحدثه بما يساوره من خوف وقلق. والسيدة خديجة رضي الله عنها أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم روحا وجسدا، فهي أهله وسكنه وأنس روحه ونفسه رضي الله عنها. وقد ذكرت بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قد حدثها بما يعرض له. روى ابن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا خديجة إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، لقد خشيت أن أكون كاهنا. قالت إن الله لا يفعل ذلك بك، إنك تصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتصل الرحم. هكذا تثبته رضي الله عنها بما آتاها ربها سبحانه من رجحان في عقلها وسداد في تفكيرها، فهي على ثقة من حكمة الله تعالى. ومن كان مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاقه العالية الكريمة لا يختار له سبحانه إلا كل خير وكرامة. الرؤيا الصادقة. ثم ابتدأ الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصادقة كما جاء في الحديث الشريف الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الحديث. وكلما رأى صلى الله عليه وسلم رؤيا قصها على السيدة خديجة رضي الله عنها فتثبته وتبشره. رأى عليه الصلاة والسلام مرة في منامه أن سقف بيته نزعت منه خشبة وأدخل فيها سلم من فضة، ثم نزل إليه رجلان فأراد أن يستغيث فمنع من الكلام، فقعد أحدهما إليه والآخر إلى جنبه، فأدخل أحدهما يده في جنبه فنزع ضلعين منه فأدخل يده في جوفه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجد بردها، فأخرج قلبه فوضعه على كفه فقال لصاحبه نعم القلب قلب رجل صالح، فطهر قلبه وغسله ثم أدخل القلب مكانه ورد الضلعين ثم ارتفعا ورفعا سلمهما فإذا السقف كما هو. فذكر ذلك لخديجة فقالت له أبشر، فإن الله لا يصنع بك إلا خيرا، هذا خير فأبشر. والجدير بالذكر أن شق صدره الشريف عليه الصلاة والسلام وغسل قلبه ثبت بالأحاديث الصحيحة أكثر من مرة في حياته عليه الصلاة والسلام. في غار حراء. استمرت مرحلة الرؤيا الصادقة 6 أشهر، وكانت رحمة من الله تعالى ولطفا بنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن فيها توطئة لنزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم يقظة. وحبب الله تعالى إليه في أثناء هذه المرحلة الخلوة بنفسه والعزلة عن الناس، فكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، وتزوده السيدة خديجة رضي الله عنها بما يحتاج إليه من طعام وشراب، فإذا نفد زاده رجع صلى الله عليه وسلم إليها. قالت عائشة رضي الله عنها
في حديث بدء الوحي وحبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، والتحنث هو التعبد، يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها. الحديث. وحراء يقع في أعلى جبل مشرف على بيت الله الحرام على مسافة 3 أميال منه على يسار الذاهب إلى منى. واحتملت رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم عنها وصبرت على مفارقته لها ما دام ذلك يعجبه، والمعروف من أحوال المرأة أنها تغضب إذا ما ابتعد زوجها عنها وتدركها الغيرة عليه، وتخشى أن يكون إعراضه عنها بسبب كرهه لها أو ميله إلى غيرها، ولكنها رضي الله عنها خالفت جميع النساء في هذا الشأن، فجوهرها الصافي يختلف عن جوهرهن رضي الله تعالى عنها. كانت تحب كل ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دام يحب العزلة والخلوة بنفسه فليكن له ما يحب. كانت فقط تقلق عليه وتخشى أن يصيبه مكروه، وإذا ما تأخر في العودة إليها ترسل غلمانها وخدمها في طلبه والبحث عنه صلى الله عليه وسلم. وقد خرجت معه في بعض المرات إلى غار حراء وصاحبته هناك في عزلته وخلوته. جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم خرج في بعض المرات إلى غار حراء ومعه أهله. وكلما دنا الموعد الذي قدره الحكيم العليم لبدء نزول القرآن الكريم زادت الهواتف واشتد النور، وكلما سمع صلى الله عليه وسلم شيئا جديدا لجأ إلى السيدة خديجة رضي الله عنها فتثبته وتبشره. وبهذا ظهرت حكمة الله تعالى عندما قدر أن تكون السيدة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة من حياته، لتكون له عونا وعضدا وردئا ومثبتا، وهو يستعد لاستقبال وحي الله تعالى وحمل أعظم أمانة وأكمل رسالة. واستمر صلى الله عليه وسلم يرى الضوء ويسمع الصوت حتى جاءه مرة وعرفه جبريل بنفسه دون أن يراه، وقال له: يا محمد، أنا جبريل. وعاد صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وقال: والله خشيت أن يكون هذا أمرا. فقالت له رضي الله عنها لكي تثبته وتزيل قلقه واضطرابه: معاذ الله، ما كان الله ليفعل ذلك بك، إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث. وفي ليلة من الليالي أسمعه جبريل صوته مسلما: السلام عليكم. وعاد صلى الله عليه وسلم إلى السيدة خديجة مسرعا، فقالت: ما شأنك؟ فأخبرها، فقالت: أبشر، فإن السلام خير. لقاء الأمينين. ومرت شهور الرؤيا الصادقة 6، وجاء شهر رمضان المبارك، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء يتعبد فيه، وزودته السيدة خديجة رضي الله عنها بما يحتاج إليه من الطعام والماء. وفي ليلة من ليالي رمضان، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في غار حراء مستغرقا في تأملاته وأفكاره، إذا بالنور الذي كان يراه يظهر أمامه في أفق السماء من جهة البيت العتيق ثم يدنو منه، وكلما اقترب منه ازداد قوة وسطوعا، ثم بدا له في وسط النور أمين وحي الله تعالى جبريل عليه السلام. ظهر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في هيئة إنسان، وجاءه يحمل نمطا من ديباج، وخيم على الكون هدوء عجيب، وكأنه ينصت إلى كلمة الله تعالى: الجبل السامق بهامته العالية وصخوره وذرات ترابه وحبات رماله والنباتات الصغيرة والشجيرات التي تطرز سفوحه كلها أنصتت وأرهفت سمعها حتى النجوم في قبة السماء ازدادت تألقا وسطوعا كأنها تدنو من جبل النور الذي لفه النور من كل جانب، وحرست السماوات ومنعت الشياطين ومردة الجان من الاقتراب من السماء الدنيا. ها هو ذا جبريل عليه السلام يقف في غار حراء
أمام محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي صلى الله عليه وسلم يلقي إليه الرسالة الإلهية الأولى التي يفرق فيها كل أمر حكيم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وتم اللقاء والاتصال بين الأمينين، أمين الوحي السماوي جبريل عليه السلام، وأمين الوحي الأرضي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وضم الأمين السماوي الأمين الأرضي إليه ليتم الاتصال ويسر النور، ضمه إليه ضمة شديدة حتى التصق الجسد الأرضي بالجسد النوراني السماوي، ثم ألقى إليه الكلمة: اقرأ. قالت عائشة رضي الله عنها في حديث بدء الوحي: فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. العودة إلى خديجة. أدى جبريل عليه السلام الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركه وانصرف عنه، وبادر صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف جبريل إلى النزول والعودة إلى السيدة خديجة رضي الله عنها، وما لقيه حجر ولا شجر وهو في الطريق إلا قال له مسلما ومهنئا بالنبوة والرسالة: السلام عليك يا رسول الله. وكان صلى الله عليه وسلم يرتجف من هول ما حدث له. عاد إليها صلى الله عليه وسلم وهو يقول: زملوني زملوني. فزملته رضي الله عنها وأحاطته برعايتها وعطفها وحنانها، ولم تبادر إلى سؤاله عما حدث. وهذا من ذوقها رضي الله عنها وحسن أدبها وصواب تفكيرها، بل انتظرت حتى هدأت نفسه الشريفة وذهب عنه ما كان يجد من اضطراب. عندئذ سألته فقص عليها صلى الله عليه وسلم ما رأى وأخبرها بما سمع، وقال لها: لقد خشيت على نفسي. فقالت له رضي الله عنها بكل ما أوتيت من ثقة وحزم: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا. وفي رواية ثانية للبخاري: كلا أبشر، لك الله يا أم المؤمنين، ما أعقلك وأحزمك، وما أصدق فراستك، وما أعظم ثقتك بربك سبحانه. من في النساء من تقول مثل كلمتك هذه وتقف من زوجها مثل موقفك الكريم هذا؟ بل من في الرجال من يقول مثل كلمتك هذه: رضي الله عنك وأرضاك وجزاك الله خير الجزاء، عن نبيه ودعوته ورسالته وأمته إلى يوم الدين؟ قال ابن حجر رحمه الله: صدقته صلى الله عليه وسلم في أول وهلة، ومن ثباتها في الأمر ما يدل على قوة يقينها ووفور عقلها وصحة عزمها. وبعد أن أقسمت رضي الله تعالى عنها بالله مؤكدة ثقتها، تابعت قائلة وهي تبين الدلائل على صحة ما أقسمت عليه: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، أي تساعد العاجز الضعيف، وتكسب المعدوم، أي تعطي المحروم وتؤثره على نفسك، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وفي رواية أخرى للبخاري قالت رضي الله عنها أيضا: وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. وتلك الخصال التي جمعتها للنبي صلى الله عليه وسلم معدن الأخلاق الكريمة وأصولها.
ومن كمله الله تعالى بهذا الكمال الخلقي الرفيع وجمع له كل هذه الخصال حاشاه أن يخزيه الله تعالى ويلحق به ما يشينه. ورقة بن نوفل. ولم تكتفي رضي الله عنها بهذا، بل ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذي سبق أن حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل زواجها منه، وأخبرها ورقة أنه سيكون من هذه الأمة نبي حان أوان ظهوره كما مر معنا. وتضيف بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذهب إلى ورقة مع صاحبه أبي بكر الصديق قبل هذه المرة أيضا، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة خديجة رضي الله عنها: إني إذا خلوت وحدي أرى ضوءا وأسمع نداء، يا محمد أنا جبريل، وقد والله خشيت أن يكون هذا أمرا. فقالت: معاذ الله، ما كان الله ليفعل هذا بك، إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث. فلما دخل أبو بكر ذكرت خديجة حديثه لها وقالت: اذهب مع محمد إلى ورقة بن نوفل، فإنه رجل يقرأ الكتب فيذكر له ما يسمع. فانطلق فقص عليه فقال: إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي، يا محمد أنا جبريل، فأنطلق هاربا. فقال ورقة: سبوح سبوح، وما لجبريل يذكر في هذه الأرض التي يعبد فيها الأوثان؟ جبريل أمين الله تعالى على وحيه بينه وبين رسله، لا تفعل إذا أتاك، فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم أتني فأخبرني. وهذا يدل على أن ورقة كان على علم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما يحدث له، لكنه في هذه المرة عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما كان بينه وبين جبريل في غار حراء تأكد من صحة نبوته عليه الصلاة والسلام وجزم بها. ففي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت جزءا منه: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وهكذا تأكد ورقة هذه المرة من صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقال جازما بها: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. والناموس صاحب السر، ووصفه بالنزول على موسى للاتفاق بين أهل الكتاب على ذلك. وقول عائشة: ثم لم ينشب ورقة أن توفي، أي لم يطل عمره بعد ذلك. وجاء في بعض الأحاديث الشريفة أنه عليه الصلاة والسلام رآه في الجنة وعليه ثياب بيض. روى الإمام أحمد بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن خديجة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة فقال: قد رأيته، فرأيت عليه ثيابا بيضا، فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض. وروى أبو يعلى بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة فقال: أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس.
وروى البزار وابن عساكر بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. وقد عداه كثير من العلماء في الصحابة. وجاء في بعض الروايات أنه عاش إلى أن بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله تعالى. روى الزبير بن بكار بسند جيد عن عروة بن الزبير قال: كان بلال لجارية من بني جمح، وكانوا يعذبونه برمضاء مكة، يلصقون ظهره بالرمضاء لكي يشرك، فيقول: أحد أحد. فمر به ورقة على تلك الحال فقال: أحد أحد، والله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا، أي لا تبركن به. الاختبار. وتتابع مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يألفه النبي صلى الله عليه وسلم ويستأنس به. وفكرت السيدة رضي الله عنها بعقلها الرشيد ورأيها السديد أن تختبر جبريل عليه السلام لتتأكد من حقيقته، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عم، أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم. قالت: فإذا جاءك فأخبرني به. فجاءه جبريل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، هذا جبريل قد جاءني. فقالت: قم يا ابن عم، فاجلس على فخذي اليسرى. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عليها. فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحول فاقعد على فخذي اليمنى. فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على فخذها اليمنى. فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحول فاجلس في حجري. فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس في حجرها. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. فحسرت فألقت خمارها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرها، ثم قالت: هل تراه؟ قال: لا. قالت: يا ابن عم، اثبت وأبشر، فوالله إنه ملك، ما هذا بشيطان. وما فعلته السيدة خديجة رضي الله عنها يدل على شدة ذكائها وبعد نظرها وحرصها على تسكين النبي صلى الله عليه وسلم وتبشيره وتثبيته. الظهور الكامل. وبعد أن نزل جبريل بأول آيات القرآن نزولا كما مر معنا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فترى نزول القرآن الكريم لبعض الوقت كما جاء في حديث سيدة عائشة، ثم فتر الوحي، ثم أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قوله الكريم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، بعد أن ظهر له جبريل بهيئته الملكية. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء، فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني دثروني، وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وفي رواية ثانية قال صلى الله عليه وسلم: فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت إلى أهلي فقلت: زملوني زملوني، فزملوني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر.
ثم حمي الوحي وتتابع. وبهذا الظهور الكامل من جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم طبيعة المهمة المكلف بها، وعرف صلى الله عليه وسلم مهمته وتمت له النبوة واستبانت معالم الرسالة. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا السياق يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لقوله: فإذا الملك الذي كان بحراء، وهو جبريل حين أتاه بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل الملك بعد هذا. السباقة إلى الإسلام. وبادرت أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها إلى الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم والتصديق بنبوته، فهي سباقة الخلق إلى الإيمان والإسلام رضي الله تعالى عنها وأرضاها. اتفق العلماء على هذه الحقيقة. قال ابن عبد البر: هي أول من آمن بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول قتادة والزهري وعبد الله بن محمد بن عقيل وابن إسحاق وجماعة، قالوا: خديجة أول من آمن بالله عز وجل من الرجال والنساء ولم يستثنوا أحدا. وذكر ابن أبي خيثمة في أول كتاب المكيين قال: وكان أول من آمن بالله ورسوله فيما قال الزهري وغيره خديجة بنت خويلد. ثم روى بسنده أنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الاثنين وصلت خديجة آخر يوم الاثنين، وكذا يقول ابن عباس. وقال أبو الحسن ابن الأثير: خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجل ولا امرأة. وقال محمد بن كعب القرظي: أول من أسلم من هذه الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها. وحكى الإمام الثعلبي اتفاق العلماء على ذلك، وإنما اختلافهم في أول من أسلم بعدها. وقال النووي إنه الصواب عند جماعة المحققين. وقال الواقدي: مع أصحابنا أن أول المسلمين استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة. قال ابن هشام: وآمنت به خديجة بنت خويلد وصدقت بما جاءه من الله ووازرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله ورسوله وصدق بما جاء به، فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك، إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس رحمه الله تعالى. ومن الطبيعي أن تكون السيدة خديجة رضي الله عنها أول من أسلم، إذ كانت رضي الله عنها ترجو ذلك وتتوقعه للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب كثرة ما رأت من تباشير النبوة وإرهاصاتها كما مر معنا. قال ابن حجر رحمه الله: ومن مزايا خديجة أنها ما زالت تعظم النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق حديثه قبل البعثة وبعدها. وبعد أن دخلت في دين الإسلام علمها النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة كما علمه جبريل عليه السلام. قال ابن هشام: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتوضأ ليريها كيف الطهور للصلاة كما أراه جبريل، فتوضأت كما توضأ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى به جبريل فصلت بصلاته. وهكذا أصبحت خديجة بنت خويلد القرشية الزوجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وتبوأت مقام أم المؤمنين. الفصل الرابع: مؤازرة ومصابرة. الدور الجديد. وضمت رضي الله عنها إلى دورها السابق الذي قامت به في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتبشيره دورا جديدا في مؤازرته ومعاونته عليه الصلاة والسلام في تبليغ الدعوة ومواجهة عناد المشركين وإعراضهم وعدوانهم. ومر معنا من قريب قول ابن هشام: ووازرته على أمره، فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخره.
وقفت رضي الله عنها في هذه المرحلة بجانبه صلى الله عليه وسلم تشد أزره وتواسيه وتقويه وتأس جراح نفسه، وما أكثر ما لقي عليه الصلاة والسلام من عناد المشركين وأذاهم. وصبرت رضي الله عنها وهي بجانبه عليه الصلاة والسلام، وصابرت وساعدته في كل ما تستطيع، وبذلت نفسها ومالها في سبيل تبليغ الدعوة إلى الناس. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت خديجة بنت خويلد أول من آمن بالله ورسوله وصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه وأزره على أمره، فكان لا يسمع من المشركين شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له إلا فرج الله عنه بها، تثبته وتصدقه وتخفف عنه وتهون عليه ما يلقى من قومه. كانت رضي الله عنها وزيرة صدق للنبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وكان يسكن إليها. رقية وأم كلثوم. كانت رضي الله عنها تعلم وعورة الطريق وصعوبة السير فيه منذ أن سمعت ابن عمها ورقة بن نوفل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية. ومع ذلك كانت أول من سار على هذا الطريق متحدية كل ما فيه من عقبات وصعاب. سارت رضي الله عنها بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق، وتعرضت لكل ما تعرض له عليه الصلاة والسلام من الأذى. أوذيت رضي الله عنها بابنتيها رقية وأم كلثوم عندما آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج السيدة رقية عتبة بن أبي لهب، والسيدة أم كلثوم عتيبة ابن أبي لهب. ولما أراد المشركون أن يؤذوه طلبوا من عتبة وعتيبة أن يطلقا بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقاهما. وفي رواية ثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج عتبة ابن أبي لهب السيدة رقية، فمشى إليه بعض المشركين فقالوا له: طلق بنت محمد ونحن ننكحك أي امرأة من قريش شئت. فقال: إن زوجتموني بنت أبان ابن سعيد ابن العاص أو بنت سعيد ابن العاص فارقتها. فزوجوه بنت سعيد بن العاص وفارقها، ولم يكن دخل بها فأخرجها الله من يده كرامة لها، وخلف عليها عثمان بن عفان بعده. ولا شك أن الأم تتألم وتحزن بسبب طلاق بنتها، ولا بد أن السيدة خديجة رضي الله عنها قد تألمت لما أصاب ابنتيها، ثم تألمت رضي الله عنها أيضا عند مفارقة السيدة رقية لها وسفرها مع زوجها عثمان ابن عفان رضي الله عنهما إلى الحبشة فرارا بدينهما، وكانا أول مهاجرين خرج إلى الحبشة رضي الله عنهما. وجاء في الحديث الشريف عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط. والجدير بالذكر أن عثمان رجع مع زوجته السيدة رقية إلى مكة المكرمة، ثم هاجر معا بعد ذلك إلى المدينة المنورة، ومرضت في أثناء غزوة بدر، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم عثمان في المدينة من أجل زوجته المريضة، وقال له: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا. وتوفيت السيدة رقية في مرضها هذا، فزوجه صلى الله عليه وسلم أختها السيدة أم كلثوم، وتوفيت أيضا في شعبان سنة 9. ولهذا لقب عثمان بن عفان بذي النورين رضي الله عنه. وكانت السيدة خديجة قد توفيت، فلم تشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنه على وفاة ابنتيه منها رضي الله عنها. المقاطعة. كانت محنة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في سنوات المقاطعة الظالمة الثلاث أقسى المحن التي مرت بها الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة قبل الهجرة، وكان للسيدة خديجة رضي الله عنها دور كبير في تخفيف المحنة وفي مواساة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في أثنائها. وخبر هذه المقاطعة كما رواه كتاب السيرة النبوية كالآتي:
إن قريشا لما رأت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا إلى الحبشة قد نزلوا بلدا أصابوا فيه أمنا وقرارا، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم، وأن عمر بن الخطاب قد أسلم وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره، امتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الإسلام يفشو بين القبائل فأجمعوا واتفق رأيهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا قد أفسد علينا أبناءنا ونساءنا، فقالوا لقومه خذوا منا دية مضاعفة وليقتله رجل من غير قريش ويريحنا وتريحون أنفسكم، فأبى قومه بنو هاشم من ذلك، وظاهرهم بنو المطلب ابن عبد مناف. فلما عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد منعه قومه أجمعوا على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب، وكتبوا كتابا تعاقدوا فيه ألا ينكحوهم ولا ينكحوا إليهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم ولا يقبلوا منهم صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل، ثم علقوا صحيفة كتاب المقاطعة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم، وقطعوا عن بني هاشم وبني المطلب الأسواق، ولم يتركوا طعاما ولا إداما ولا بيعا إلا بادروا إليه واشتروه دونهم. وانحاز أبو طالب إلى شعب له في مكة، وانحاز معه بنو هاشم وبنو المطلب إلا أخاه أبا لهب، وكان أبو طالب طول مدتهم في الشعب يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينام في فراشه خوفا عليه، ويأمر أحد أبنائه أن ينام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمرت المقاطعة 3 سنوات عانى فيها المسلمون من قلة المؤن والطعام، حتى كان صلى الله عليه وسلم عندما يقوم من الليل إلى الصلاة يسمع بكاء الأطفال من الجوع. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كنا قوما يصيبنا ظرف العيش بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدته، فلما أصابنا البلاء اعترفنا لذلك ومرنا عليه وصبرنا له، ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خرجت من الليل أبول وإذا أنا أسمع بقعقعة شيء تحت بولي، فإذا قطعة جلد بعير، فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فوضعتها بين حجرين ثم أستفها وشربت عليها الماء فقويت عليها 3. ووقفت السيدة خديجة رضي الله عنها بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وانضمت إليه في شعب أبي طالب، وتحملت معه ما تحمل من الجهد والعناء والجوع، وبذلت رضي الله عنها ما لها لتؤمن ما تستطيع من الطعام للمسلمين في خلال سنوات المقاطعة، واستعانت لهذا الأمر بابن أخيها حكيم ابن حزام رضي الله عنه، وكان حينئذ لا يزال على شركه لم يسلم بعد، فكان يشتري الطعام ويرسله إلى عمته السيدة خديجة ليلا، ولقيه في إحدى المرات أبو جهل ومع حكيم غلام يحمل قمحا يريد عمته خديجة بنت خويلد وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشعب، فتعلق به وقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. فجاء أبو البختري بن هشام ابن الحارث بن أسد فقال: ما لك وله؟ فقال: يحمل الطعام إلى بني هاشم. فقال أبو البختري: طعام كان لعمته عنده بعثت إليه، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خل سبيل الرجل. فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه، فأخذ أبو البختري لحي بعير فضربه به فشجه وواطئه وطئا شديدا. ومر السنوات المقاطعة الظالمة، وهلك فيها من هلك من أطفال المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو ممن ولد في الشعب: حصرنا في الشعب 3 سنين وقطعوا عنا الميرة حتى إن الرجل لا يخرج بالنفقة فما يبايع حتى يرجع، حتى هلك من هلك.
وسلط الله سبحانه الأرضة على الصحيفة الظالمة فأكلت أو لحست ما في الصحيفة من عهد وميثاق. وقام بعض رجالات قريش من المشركين فسعوا في نقض الصحيفة بعد أن رأوا شدة ما يعاني المحصورون في شعب أبي طالب. وكان صلى الله عليه وسلم قد أخبر عماه أبا طالب بما فعلت الأرضة بالصحيفة، وأخبر أبو طالب وجوه المشركين بذلك وطالبهم بإحضار الصحيفة. ولما أحضروها ونظروا فيها وجدوها كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ساعد هذا على نجاح المساعي لإنهاء المقاطعة والخروج من الشعب. عام الحزن. وبعد انتهاء أعوام المقاطعة جاء عام الأحزان، وفاة أبي طالب. توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخروج من الشعب، وحزن صلى الله عليه وسلم على موته كافرا، وكم تمنى صلى الله عليه وسلم لعمه الهداية وألح عليه وهو في سياقة الموت لكي يسلم ويقول لا إله إلا الله. روى الشيخان البخاري ومسلم عن المسيب ابن حزن رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن المغيرة: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان لتلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله بعد ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ويدل قوله صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، على أن شدة الحزن الذي أصابه عليه الصلاة والسلام كان أولا بسبب موت عمه أبي طالب على الكفر، وحزن صلى الله عليه وسلم أيضا على موت أبي طالب لأنه فقد نصرته ووقوفه في وجوه المشركين دونه عليه الصلاة والسلام. من السيدة خديجة أم المؤمنين وسباقة الخلق إلى الإسلام. ونواصل القراءة تحت عنوان وفاة أبي طالب. قال ابن هشام: كان له عضدا وحرزا في أمره ومنعة وناصرا على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين. فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه التراب، وقال صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وفاة خديجة رضي الله عنها. ولابد أن السيدة خديجة رضي الله عنها واست رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاولت أن تخفف من حزنه على عمه أبي طالب، كما هو حالها وشأنها معه صلى الله عليه وسلم في كل ما يعرض له، ولكن مواساتها انقطعت بوفاتها هي أيضا رضي الله عنها، إذ وفاها أجلها بعد موت أبي طالب بزمن قصير. روى الحاكم أن موتها بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام. وروى ابن الجوزي عن حكيم بن حزام وثعلبة بن صعير أنه كان بين وفاة أبي طالب ووفاة خديجة شهران وخمسة أيام. توفيت رضي الله عنها لعشر خلون من رمضان وهي بنت 65 سنة. وعن حكيم بن حزام أنها توفي سنة عشر من البعثة بعد خروج بني هاشم من الشعب. ودفنت بالحجون، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها، ولم تكن الصلاة على الجنازة شرعت، وتتابعت الأحزان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاتها رضي الله عنها.
وعرف العام الذي توفيت فيه بعام الحزن، وأصبح صلى الله عليه وسلم إذا عاد إلى البيت مهموما مقروبا من كثرة ما يلقى من أذى المشركين وكيدهم لا يرى وجه خديجة وهي تستقبله بإشراقة وجهها وصفائه وابتسامته. فقد صلى الله عليه وسلم ابتسامة الثقة والأمل التي كانت تستقبله بها، فقد صلى الله عليه وسلم كلمة التثبيت والتبشير التي كانت تثبته بها رضي الله عنها. ابتسامة خديجة. ترى هل كانت السيدة خديجة تبتسم للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت تودعه وتجود بروحها؟ لقد عودته رضي الله عنها على ابتسامتها، فهل كانت تبتسم لكي تواسيه بنفسها عن نفسها رضي الله عنها، ام كانت تبتسم لانها رأت بيتها في الجنة؟ البيت الذي بشرت به من قبل عندما كانت تصعد الى حراء وهي تحمل الطعام والماء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب، فاذا هي اتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قوله اتى جبريل، وفي رواية سعيد بن كثير عند الطبراني ان ذلك كان وهو بحراء، وزاد الطبراني في روايته هذه فقالت: هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. وللنسائي من حديث انس قال: قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقرئ خديجة السلام، فقالت: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. ويدل قولها رضي الله عنها إن الله هو السلام على فقهها وفهمها وحسن أدبها مع الله تعالى، فالله سبحانه لا يرد عليه السلام كما يرد على المخلوقين، لأن السلام اسم من أسمائه تعالى، وهو أيضا دعاء بالسلامة، وكلاهما لا يصلح أن يرد به على الله، فكأنها قالت: كيف أقول عليه السلام والسلام اسمه، ومنه يطلب ومنه يحصل، فيستفاد منه أنه لا يليق بالله إلا الثناء عليه، فأثنت عليه سبحانه، ثم غيرت بين ما يليق بالله تعالى وما يليق بغيره، فقالت: على جبريل السلام، ثم قالت: عليك السلام. والذي يظهر أن جبريل كان حاضرا عند جوابها فردت عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت بعض الروايات أن السيدة خديجة رضي الله عنها رأت جبريل وهو في صورة رجل. أخرج ابن السني بسنده عن خديجة أنها خرجت تلتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة ومعها غذاؤه، فلقيها جبريل في صورة رجل فسألها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهابته، ولما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: هو جبريل وقد أمرني أن أقرأ عليك السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والمراد من القصب قصب اللؤلؤ، وهو عند الطبراني في الأوسط من طريق أخرى عن ابن أبي أوفى يعني قصب اللؤلؤ. وعنده في الكبير من حديث أبي هريرة: بيت من لؤلؤة مجوفة. وعنده في الأوسط من حديث فاطمة قالت: قلت يا رسول الله، أين أمي خديجة؟ قال: في بيت من قصب. قلت: أمن هذا القصب؟ قال: لا، من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت. الفصل الخامس: ذكرى خديجة. غيرة عائشة. رحلت السيدة خديجة رضي الله عنها عن الدنيا وتركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ذروة المعاناة لما يلقاه من أذى المشركين وإعراضهم وكيدهم، وبقي الذكرى خديجة في قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم حية قوية، فلم تبارحه حتى آخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم. لم تشغله الأعمال الجليلة الكبيرة التي لتملأ حياته عن تذكر زوجته السيدة الأولى خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الدعوة إلى الله تعالى وتلقي الوحي
والقيام بتبليغه للناس، والعرض على قبائل العرب في المواسم والأسواق، والهجرة إلى المدينة، وتأسيس الدولة المسلمة، وبناء المجتمع المسلم الجديد، والجهاد في سبيل الله، والخروج إلى الغزوات، وإرسال السرايا وبعث البعوث، وإرسال الرسائل والكتب إلى الأمراء والملوك في أطراف الأرض، واستقبال الوفود، وغير ذلك من الأعمال الجليلة. وبقيت مع كل هذه الأعمال ذكرى خديجة رضي الله عنها عالقة في قلبه الشريف لا تفارقه، كأنها أصبحت جزءا منه لا تكاد تنفصل عنه. ومع أنه عليه الصلاة والسلام تزوج بعدها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، واجتمع عنده في وقت واحد 9 منهن، وكن رضي الله عنهن في غاية المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يتنافسن في محبته وخدمته، ويتسابقن إلى رضاه وطاعته، لم ينس صلى الله عليه وسلم السيدة الأولى خديجة، وكان يذكرها حتى أمام أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم، أمام سيدة عائشة رضي الله عنها التي كان يقال عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت رضي الله عنها تغار من كثرة ذكره عليه الصلاة والسلام لخديجة رضي الله عنهما. ومن المعلوم أن غيرة المرأة تنبع من تصور وتخيل محبة غيرها أكثر منها، وكثرة الذكر تدل على كثرة المحبة. ولنستمع إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وهي تعترف بغيرتها من السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وتقول: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وقول سيدة عائشة رضي الله عنها كأن لم يكن في الدنيا غيرها حقيقة، فقد عاش صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة رضي الله عنها أنضر سنوات عمره الشريف 25 سنة أمضاها مع السيدة خديجة وحدها، ولم يكن في الدنيا معه إلا خديجة، ثم عاش صلى الله عليه وسلم بعد موتها مع ذكراها، عاش معها بعد موتها رضي الله عنها بقلبه ووجدانه ومشاعره حتى توفي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله في شرح كلمات السيدة عائشة رضي الله عنها قولها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ثبوت الغيرة، وأنه غير مستنكر وقوعها من فضلات النساء فضلا عمن دونهن، وأن عائشة كانت تغار من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت تغار من خديجة أكثر، وقد بيّن سبب ذلك، وأنه لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إياها. وقولها هلكت قبل أن يتزوجني أشارت بذلك إلى أنها لو كانت موجودة في زمانها لكانت غيرتها منها أشد. اللهم هاله. وفي بعض الحالات كانت الغيرات تستبد بالسيدة عائشة رضي الله عنها وتدفعها إلى التعريض بالسيدة خديجة رضي الله عنها، فيغضب صلى الله عليه وسلم ويرد على أم المؤمنين عائشة، يذكرها ببعض المناقب والفضائل التي انفردت بها السيدة خديجة رضي الله عنها والتي لا يشاركها فيها غيرها من أمهات المؤمنين، فتندم السيدة عائشة على ما بذر منها، وتقول معلنة توبتها وندمها: والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير. ولنستمع إلى القصة كاملة من السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: اللهم هاله. فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيرا منها. وقولها فعرف استئذان خديجة أي صفاته لشبه صوتها بصوت أختها، فتذكر خديجة بذلك، ولهذا ارتاع أي فزع، وظهر التأثر عليه صلى الله عليه وسلم. ورواية مسلم في صحيحه بلفظ ارتاح أي اهتز لذلك سرورا. ومر معنا في حديث آخر قول عائشة رضي الله عنها: فربما قلت له كأن لم تكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول:
إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وقوله صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت، أي كانت فاضلة وكانت عاقلة ونحو ذلك. وفي مسند أحمد من حديث مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. وفي رواية أخرى عند أحمد عن عائشة: فقلت: أبدلك الله بكبيرة السن حديثة السن، فغضب حتى قلت: والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير. ولعل مراد السيدة عائشة من قولها حمراء الشدقين نسبتها إلى كبر السن، لأن من دخل في سن شيخوخة مع قوة في بدنه يغلب على لونه غالبا الحمر المائل إلى السمرة. والذي يتبادر أن المراد بالشدقين ما في باطن الفم، فكانت بذلك عن سقوط أسنانها حتى لا يبقى داخل فمها إلا اللحم الأحمر من اللثة وغيرها. وبهذا جزم النووي وغيره. قال النووي رحمه الله: في هذه الأحاديث دلالة لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حيا وميتا وإكرام معارف ذلك الصاحب. ومن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى حسن العهد ويحفظ الود؟ لقد بقي صلى الله عليه وسلم يذكر زوجته الراحلة السيدة خديجة طول حياته، وظل يحفظ ودها ويرعى حرمة عشرتها ويكرم صدائقها وأقاربها. وقد صرح صلى الله عليه وسلم بحبه لها ودوامه عليه، كما مر معنا في الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها خير النساء. ومن فضائل خديجة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بينها وبين السيدة مريم في الخيرية والفضل، فقد جاء في الحديث الشريف الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وأشار وكيع أحد رجال السند إلى السماء والأرض. وفضيلة السيدة مريم معلومة في آيات قرآنية كثيرة، فهي المرأة التي اختارها ربها لأعظم الآيات وأجل المعجزات، وطهرها وأعاذها منذ ولادتها من شر الشيطان، وخاطبتها الملائكة. قال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وشهد سبحانه لها بالصديقية فقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. فذكر السيدة خديجة رضي الله عنها مع السيدة مريم في الحديث الشريف يدل على المكانة الرفيعة لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وقد اختلف العلماء من شراح كتب السنة في بيان المراد من الضميرين في قوله عليه الصلاة والسلام: خير نسائها. فواقيع بن الجراح أحد رجال السند أشار كما مر معنا إلى السماء والأرض، فكأنه أراد أن يبين أن المراد خير نساء الدنيا وأن الضميرين يرجعان إلى الدنيا، وبهذا جزم القرطبي أيضا. وقال الطيبي: أراد أنهما خير من تحت السماء وفوق الأرض من النساء، والضمير الأول يعود على الأمة التي كانت فيها مريم، والضمير الثاني يعود على هذه الأمة. وقد استظهر ابن حجر رحمه الله هذا الرأي فقال: والذي يظهر أن قوله خير نسائها خبر مقدم والضمير لمريم، فكأنه قال خير نسائها أي نساء زمانها، وكذا في خديجة. وقد جزم كثير من الشراح أن المراد نساء زمانها لما تقدم في أحاديث الأنبياء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى رفعه: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية.
فقد أثبت في هذا الحديث الكمال لآسية كما أثبته لمريم، فامتنع حمل الخيرية في حديث الباب خير نسائها على الإطلاق. وجاء ما يفسر المراد صريحا، فروى البزار والطبراني من حديث عمار بن ياسر رفعه: لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين، وهو حديث حسن الإسناد. وقد أخرجه النسائي بإسناد صحيح، وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية. ومهما قيل في هذا الحديث الشريف فهو يدل على منقبة كبيرة من مناقب السيدة خديجة رضي الله عنها، فهي واحدة من النساء الأربع اللواتي دمرهن الله تعالى بأجمل الصفات وبوأهن أرفع المنازل السيدتان. ولابد لنا هنا أن نذكر فضل أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، فقد جاء في فضلها عدد من الأحاديث الشريفة، أكتفي بذكر حديث واحد سبق ذكر بعضه قريبا، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا جعل العلماء ينقسمون في موضوع التفضيل إلى فريقين: فريق ذهب إلى تفضيل سيدة خديجة على سيدة عائشة رضي الله عنهما، ومنهم السبكي رحمه الله الذي قال: الذي ندين الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة. والفريق الآخر توقف، ومنهم ابن تيمية رحمه الله الذي قال: جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة. وكذلك فعل تلميذه ابن القيم رحمه الله، فقد قال: إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذاك أمر لا يطلع عليه، فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح. وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة، وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة، وهي فضيلة لا يشاركها فيها غير أخواتها، وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها. والنص الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله هو الحديث الشريف الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ وهذا لفظ الإمام مسلم في صحيحه، ورواه الإمام البخاري في صحيحه بلفظ: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ وأقول تعليقا على قول ابن القيم رحمه الله: وإن أريد بكثرة العلم فعائشة لا محالة، أقول: لو قدر للسيدة خديجة رضي الله عنها أن تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت السيدة عائشة رضي الله عنها منه وأن تروي ما روت، لبلغت في العلم درجة عالية رفيعة كما بلغت السيدة عائشة رضي الله عنهما. إذ مر معنا من مواقف السيدة خديجة ما يدل على شدة ذكائها وسداد رأيها وبعد نظرها رضي الله عنها. قال ابن حجر رحمه الله: وأما ما امتازت به عائشة من فضل العلم فإن لخديجة ما يقابله، وهي أنها أول من أجاب إلى الإسلام ودعا إليه وأعان على ثبوته بالنفس والمال والتوجه التام، فلها مثل أجر من جاء بعدها ولا يقدر قدر ذلك إلا الله. ومن الذين توقفوا في موضوع المفضلة بين سيدتين خديجة وعائشة ابن كثير رحمه الله، فبعد أن بيان فضائل ومناقب كل منهما قال رحمه الله: والحق أن كل منهما لها من الفضائل ما لو نظر إليه الناظر لبهره وحيره، والأحسن التوقف في ذلك إلى الله عز وجل. ومن حصل له دليل يقطع به أو يغلب على ظنه في هذا الباب فذلك الذي يجب عليه أن يقول بما عنده من العلم، ومن حصل له توقف في هذه المسألة أو في غيرها فالطريق الأقوم والمسلك الأسلم أن يقول: الله أعلم. قلادة خديجة. كان لقلادة السيدة خديجة شأن وخبر في أجمل قصص السيرة النبوية. السيدة زينب رضي الله عنها كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها، زودها صلى الله عليه وسلم من أبي العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس بن عبد مناف ابن أخت السيدة خديجة رضي الله عنها.
أمه هالة بنت خويلد التي سبق ذكرها في الحديث الشريف، اللهم هالة. وكانت السيدة خديجة تعد أبا العاص بن الربيع بمنزلة ولدها. ولما زفت السيدة زينب إليه أهدتها أمها خديجة قلادة هدية زفافها. ولما أراد المشركون أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناته كما مر معنا، وكلموا أبا العاص أن يطلق السيدة زينب، وعرضوا عليه في المقابل أن يزوجوه أي امرأة من قريش يشاء، رفض رضي الله عنه وقال لهم: لا والله إني لا أفارق صاحبتي، وما أحب أن لي بامرأة امرأة من قريش. ولهذا أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنكحت أبا العاص فحدثني وصدقني ووعدني فوفى لي الحديث. وعاشت السيدة زينب رضي الله عنها معه وهي مسلمة، بينما هو لا يزال على شركه. فالآيات التي حرمت المسلمات على المشركين ما كانت قد نزلت بعد، وقدر الله سبحانه أن يكون أبو العاص بن الربيع من جملة أسر المشركين في غزوة بدر. وبعثت السيدة زينب رضي الله عنها في فداء زوجها القلادة التي أهدتها لها أمها السيدة خديجة يوم زفافها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة رق لها رقة شديدة. لقد أثارت القلادة في قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم ذكريات زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وعواطفه ومشاعره تضطرم في قلبه وصدره، إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها ما لها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي العاص قبل أن يطلق سراحه أن يفارق السيدة زينب إذا ما أصر على كفره. فالإسلام فرق بينهما، وأرسل صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجل من الأنصار، وأمرهما أن ينتظرا السيدة زينب خارج مكة ببطن يأجوج على الطريق إلى المدينة المنورة لكي يكون بصحبتها حتى تصل المدينة. وفى أبو العاص بما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر السيدة زينب أن تسافر إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. وفارقت السيدة زينب زوجها الذي أحبها وأحبته، فحبها لدينها أعظم عندها من حبها لزوجها. وخرجت مسافرة إلى المدينة في هودج على بعير يقوده كنانة ابن الربيع أخو زوجها. واعترضها بعض سفهاء مشرك قريش، وكانوا حديثي عهد بمصابهم في غزوة بدر، وسبق إليها هبار بن الأسود ورجل آخر ومعه رمح يلوح به، فروعها بالرمح وهي في الهودج وكانت حاملا فأسقطت حملها. وتذكر رواية ثانية أن هبارا نخس البعير برمحه فنفر البعير بها وأسقطها على صخرة، مما أدى إلى نزف دمها وإسقاط جنينها. وبرك كنانة على الأرض ونثر كنانته ثم قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما. فردع الناس عنه، وأتى أبو سفيان ومعه رجال من قريش، فقال له: أيها الرجل، كف عنا نبلك حتى نكلمك. فكف. فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال: إنك لم تصب، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد، فيظن الناس إذ خرجت بابنته علانية على رؤوس الناس من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا التي كانت، وأن ذلك منا ضعف ووهن، ولا عمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة، وما لنا من ذلك من سؤرة، أي طلب الثأر. ولكن ارجع بالمرأة. حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها، فسلها سرا وألحقها بأبيها. ففعل كنانة بمشورة أبي سفيان، وأقامت السيدة زينب ليالي في مكة، ثم خرج بها ليلا حتى أسلمها لزيد بن حارثة والأنصاري، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغضب صلى الله عليه وسلم لما تعرضت له ابنته السيدة زينب.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سارية أنا فيها فقال لنا: إن ظفرتم بهبار بن الأسود أو الرجل الآخر الذي سبق معه إلى زينب فحرقوهما بالنار. قال: فلما كان الغد بعث إلينا فقال: إني كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتموهما، ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما. ذكر ابن كثير هبار بن الأسود في جملة من ماتوا في السنة 13 من الهجرة، فقال: هبار بن الأسود ابن أسد القرشي الأسدي، هذا الرجل كان قد طعن راحلة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرجت من مكة حتى أسقطت، ثم أسلم بعد فحسن إسلامه وقتل بأدنى دين رضي الله عنه. ومرت سنوات وسيدة زينب رضي الله عنها مفارقة لزوجها، وبينما كان قافلا بتجارة فيها أموال لقريش اعترضته سرية من سرايا المسلمين فأخذوا ما معه من أموال، وتمكن أبو العاص من الفرار فلم يقع في أيدي رجال السرية، ثم تسلل إلى المدينة المنورة ليلا حتى دخل على زوجته السيدة زينب رضي الله عنها فاستجار بها فأجارته. وانتظرت السيدة زينب حتى إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر وكبر للصلاة وكبر الناس، صرخت رضي الله عنها من بين صفوف النساء: أيها الناس، إني أجرت أبا العاص بن الربيع. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، هل سمعتم الذي سمعت؟ قالوا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء حتى سمعت ما سمعتم، وإنه يجير على المسلمين أدناهم. قال ذلك صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع ابنته السيدة زينب لتجير أبا العاص بن الربيع. ثم دخل صلى الله عليه وسلم على ابنته زينب فقال لها: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له. قال ذلك صلى الله عليه وسلم لأن أبا العاص لا يزال على كفره. ثم بعث صلى الله عليه وسلم إلى رجال السرية فحثهم على رد ما كان مع أبي العاص من الأموال، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردوا عليه كل ما أخذوه منهم. من فضل ورجع أبو العاص بتجارته إلى مكة وأعطى كل إنسان ما كان له، ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا. فجزاك الله خيرا، فقد ولدناك وفيا كريما. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني عن الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. ثم خرج رضي الله عنه حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه زينب على النكاح الأول، وكان بعد 6 سنين من هجرتها رضي الله عنها إلى المدينة. وذكر ابن حجر رحمه الله في الإصابة أن أبا العاص أسلم في المحرم 7، ولم يدم اجتماع الزوجين الكريمين طويلا، إذ قدر سبحانه أن يفرقهما الموت بعد اجتماعهما بزمن قصير. ففي أول 8 من الهجرة توفيت السيدة زينب رضي الله عنها، ولاحقت بأمها السيدة خديجة رضي الله عنها. وحزن صلى الله عليه وسلم على موت ابنته وكفنها بإزاره. ففي الحديث الشريف عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلناها وترا 3 أو 5، واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه، فأعطانا حقوه وقال: أسعرنها إياه. حقوه أي إزاره الذي يشده على جسده، وأشعرنها إياه أي جعلناه شعارا لها وألصقناه بجسدها،
والحديث في صحيح مسلم. ومات أبو العاص رضي الله عنه بعدها بأربع سنين سنة 12 من الهجرة. ولدت السيدة زينب من أبي العاص ولدا اسمه علي، عاش حتى ناهز الاحتلام وتوفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وولدت أيضا بنتا اسمها أمامة، كان صلى الله عليه وسلم يحبها كثيرا ويدنيها منه. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام صلى وهو يحمل أمامة بنت زينب على عاتقه، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم مرة هدية فيها قلادة من جزع، وهو نوع من الخرز الثمين، فدعا صلى الله عليه وسلم أمامة فعقدها بيده في عنقها كأنها ذكرته صلى الله عليه وسلم بقلادة خديجة رضي الله عنها. تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت خالتها سيدة فاطمة رضي الله عنهم. وبعد استشهاد علي رضي الله عنه تزوجت المغيرة ابن نوفل الهاشمي وماتت عنده رضي الله عنها، ولم ترد لعلي ولا للمغيرة السيدة فاطمة. وأخيرا لا بد أن أتول الحديث عن السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بالحديث عن ابنتها سيدة نساء المؤمنين السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن أمها وأولادها وذريتها. قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمتها: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين في زمانها، البضعة النبوية والجهة المصطفوية، أم أبيها، بنت سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشية الهاشمية، وأم الحسنين. ذكر ابن حجر في الإصابة وابن الأثير في أسد الغابة أنها كانت تكنى أم أبيها. وقد مر معنا من قريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدة فاطمة رضي الله عنها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ وإذا كانت رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة فهي سيدة نساء العالمين. ولابد أن أذكر الحديث كاملا من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها لما يظهر فيه من مناقب رفيعة للسيدة فاطمة رضي الله عنها. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت أيضا، فقلت لها: ما يبكيك؟ فقالت: ما كنت لأفشي يصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت: أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها، فقالت: إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وأنه عارضه به في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. فبكيت لذلك. ثم إنه سارني فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. فهي التي بقيت للنبي صلى الله عليه وسلم من أولاده إذ أصيب بهم صلى الله عليه وسلم في حياته، وما أبقى الله سبحانه له سوى السيدة فاطمة رضي الله عنها، فكانت سلوته وعزاءه عن إخوتها وأخواتها. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم شديد المحبة لها، كثير التعلق بها رضي الله عنها، يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. فعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. والبضعة القطعة. ودل الحديث الشريف على أن السيدة فاطمة رضي الله عنها أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما أخرجه الطحاوي وغيره من حديث عائشة في قصة مجيء زيد بن حارثة بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كما سبق معنا وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل بناتي أصيبت في، قال ابن حجر رحمه الله فقد أجاب عنه بعض الأئمة بتقدير ثبوته بأن ذلك كان متقدما، ثم وهب الله لفاطمة من الأحوال السنية والكمال ما لم يشاركها أحد من نساء هذه الأمة مطلقا، والله أعلم. وإضافة إلى ما ذكره ابن حجر يمكن القول بأن تفضيل السيدة زينب يمكن أن يكون من جهة واحدة، هي كونها أصيبت بسبب إيمانها ففارقت زوجها وفقدت جنينها رضي الله عنها. أما السيدة فاطمة رضي الله عنها فدلت الأحاديث على أفضليتها مطلقا رضي الله عنها. ولما سمعت السيدة فاطمة رضي الله عنها أن زوجها علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج عليها غضبت رضي الله عنها، وأدركها ما يدرك النساء في مثل هذه الأحوال، فغضب صلى الله عليه وسلم لغضبها، فعن المسور بن مخرمة قال إن عليا خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشاهد يقول أما بعد أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قل أن يواجه أحدا بما يعاب به أو يصرح باسمه على رؤوس الناس، ولعله صلى الله عليه وسلم إنما جهر بمعاتبة علي مبالغة في رضا السيدة فاطمة رضي الله عنها. وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة، وكانت السيدة فاطمة قد أصيبت بأمها وإخوتها، ولا شك أن إدخال الغيرة عليها مما يزيد في حزنها رضي الله عنها. وترك علي رضي الله عنه الخطبة ولم يتزوج ولم يتسر في حياتها حتى توفيت رضي الله عنها. ومع ما لها رضي الله عنها من مكانة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث المرأة المخزومية التي سرقت في عهده صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وحاشاها رضي الله عنها أن تفعل ذلك، ولكنه عدل الإسلام وعظمته. وما كان صلى الله عليه وسلم يخصها بشيء دون غيرها من الناس، بل كان أحيانا يعطي الناس ولا يعطي فاطمة رضي الله عنها مع شدة حاجتها. كانت رضي الله عنها تطحن بالراحة في بيتها حتى أثر الراحة بيديها. فعن علي رضي الله عنه أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الراحة في يدها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، ولقيت عائشة فأخبرتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما، فقعد بيننا حتى وددت برد قدمه على صدري، ثم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم. وفي رواية أبي هريرة أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما وشكت العمل الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم يعظها ويخوفها من الله تعالى كما يعظ غيرها من الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير بن العوام
عمة رسول الله: يا فاطمة بنت محمد، اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة السيدة فاطمة رضي الله عنها كما أخبرها وشهدت رضي الله عنها وفاته عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنها كانت أشد الناس مصابا به صلى الله عليه وسلم، إذ هي أقرب الناس إليه. وصف أنس بن مالك رضي الله عنه حزن السيدة فاطمة رضي الله عنها على وفاة أبيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة عليها السلام: وكرب أبتاه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: وأشارت عليه السلام بذلك إلى عتابهم على إقدامهم على ذلك، لأنه يدل على خلاف ما عرفته منهم من رقة قلوبهم عليه لشدة محبتهم له. وسكت أنس عن جوابها رعاية لها، ولسان حاله يقول: لم تطب أنفسنا بذلك، إلا أن قهرناها على فعله امتثالا لأمره. قال ابن الأثير رحمه الله: وما رؤيت السيدة فاطمة ضاحكة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحقت بالله عز وجل، ووجدت عليه وجدا عظيما، أي حزنت عليه حزنا عظيما. وسألت رضي الله عنها الخليفة الأول أبا بكر الصديق رضي الله عنه ميراثها من أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى رضي الله عنه أن يدفع إلى السيدة فاطمة منه شيئا، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقه. وقال رضي الله عنه: إنما يأكل آل محمد من هذا المال، أي من بيت مال المسلمين، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: فوجدت فاطمة رضي الله عنها على أبي بكر في ذلك، فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. ميراث الأنبياء. وما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الحق الذي يجب عليه أن يفعله، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم عليه، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر من الصحابة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وفيه أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فمن خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم لا يورثون دينارا ولا درهما تنزيها لهم عن أي غرض من أغراض الدنيا، فلا هم لهم إلا تبليغ دعوة الله تعالى. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والجدير بالذكر أن الخميني وشيعته اتهموا أبا بكر الصديق رضي الله عنه بمخالفة حكم القرآن الكريم في هذا الأمر، مع أن أبا بكر رضي الله عنه التزم بتطبيق أمر الله تعالى في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تلزم كل مسلم ومسلمة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخميني في كتابه كشف الأسرار: طبقا لقانون الإرث من وجهة النظر القرآنية، فإن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أحق بتركة النبي، ولكن أبا بكر
بعد أن صار خليفة خالف حكم القرآن الصريح وحرمها من التركة، وعرض على الناس حديثا نسبه إلى الرسول يقول فيه: إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وجاهل الخميني أن عموم الآيات القرآنية الكريمة يمكن تخصيصها بآيات كريمة أخرى أو بالأحاديث النبوية الصحيحة، وأن الله تعالى خص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بخصوصيات، منها أنهم لا يورثون مالا، وأنه لا مصلحة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه من فعله الذي فعله، بل إنه يؤثر على ابنته السيدة عائشة رضي الله عنها، لأنها من أمهات المؤمنين اللائي لهن نصيب في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شأنه في الميراث كشأن عامة الناس. وأما تعريض الخميني لأبي بكر الصديق واتهامه له بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه هو الذي يدافع عن المؤمنين، وأبو بكر رضي الله عنه أصدقهم وأفضلهم بعد الأنبياء والمرسلين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. توفيت السيدة فاطمة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، فلم تطل حياتها بعده عليه الصلاة والسلام، فكانت أول أهله لحوقا به كما أخبرها صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا. ففي الصحيحين من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: وعاشت أي السيدة فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها. وكانت رضي الله عنها تحب للمرأة أن تستر نفسها عن الرجال الأجانب عنها وأن تبالغ في ذلك. فعن الحسن البصري قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: أي شيء خير للمرأة؟ فلم يكن عندنا لذلك جواب. فلما رجعت إلى فاطمة قالت: ليس خير للمرأة من ألا ترى رجلا ولا يراها. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قولها قال: صدقت، إنها بضعة مني. ولهذا أوصت رضي الله عنها ألا يدخل عليها أحد بعد موتها، وأن تغطى في أثناء غسلها. روي عنها أنها قالت لأسماء بنت عميس رضي الله عنهما: يا أسماء، إني استقبحت ما يصنع بالنساء، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها. فقالت أسماء: يا بنت رسول الله، ألا أريك شيئا رأيته بأرض الحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة أي من أشجار النخل فحنتها، ثم طرحت عليها ثوبا. فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله، تعرف به المرأة من الرجال، فإذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي ولا تدخلي علي أحدا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها صلى الله عليه وسلم. توفيت رضي الله عنها ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة 11 وهي ابنة 29 سنة، وولدت قبل النبوة بخمس سنين رضي الله عنها. خاتمة: في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أكثر من 10 سنوات مرت على وفاة السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا، وحوله كتائب الإيمان تكبر وتهلل في يوم من أعظم الأيام في تاريخ الإسلام. وعندما دان موكب الفتح من الحدون أمر صلى الله عليه وسلم أن ترفع راية الفتح فوق الحدون وتثبت في أعلاه، وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن تشاركه زوجته السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها فرحة الفتح والنصر. النصر الذي كانت السيدة تبشر النبي صلى الله عليه وسلم به، النصر الذي أسهمت السيدة رضي الله عنها في تحقيقه ببذلها وصبرها ومصابرتها وتثبيتها وتبشيرها. وقضت رضي الله عنها قبل أن ترتحل عيناها به، ماتت رضي الله عنها في المحنة، فوقع أجرها على الله تعالى، وظلت راية الفتح خفاقة
وامتد الفتح إلى جنبات الأرض، ولا يزال القارئ يقرأ قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن اتبعوا السابقين الأولين بإحسان، وأن يثبتنا على طريقهم ويحشرنا في زمرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهى كتاب السيدة خديجة أم المؤمنين وسباقة الخلق إلى الإسلام، ألفه عبد الحميد محمود طهماز، وقرأه عليكم محمد عبد العاطي عبد اللطيف.